بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة المرحلة الثانية في قسم تقنيات هندسة المضخات كلية التقنية المسيب بجامعة فرات الأوسط التقنية. أرحب بكم في درس جديد من دروسنا لمادة مقاومة المواد. نكمل هاي المحاضرة بعد عدة محاضرات أخذناها لصفنا الافتراضي لهذه المادة. وموضوعنا لهذا اليوم هو حول عزم الالتواء او التورشن التورشن موضوع مهم جدا، لان اغلب المكائن الدوارة تتعرض لهذه الظاهرة الان لو نتخيل هذا الشفت اللي تشوفوه امامكم ثابت من جهة وحر من جهة ثانية، وسلطنا عليه لود من الجهة الحرة هذه مثل ما تشوفون هاي القوة، وخلينا هذا الخط اللي هو هذا الخط الوهمي، راح يصير نوع من الالتواء بجهة من الجهات، ويتحرك هذا الخط الى ان يصير عندنا مائل بزاوية مثل هاي الزاوية اللي تشوفوها. نوضح لكم هذا الشيء بصورة اكثر في هذا المقطع الانيميشن. طبعا احنا هسه هاي الحالة اللي قلنا لكم، احنا ثابت عندنا هذا الشفت، ومن هاي النقطة حر راح نسلط اللود مالتنا او العزم بهذه النهاية الحرة. هذا العزم اللي راح نسلطه هنا، وراح نخلي هنا فد خط، هو هذا خط افتراضي، هذا الخط الافتراضي قبل لا نسلط اللود حتى نشوف ايش قد راح يصير عندنا التواء بسبب هذا اللود اللي سلطنا. راح تشوفون انه مقدار الزيادة يبدي من الصفر لهاي النقطة لان ثابتة، ويبدي يزيد يزيد الى ان يوصل اكثر ما يمكن بنقطة تسليط اللود، طيب هذا راح يسبب لي شير سترين، الان اذا اخذنا فد مقطع صغير جدا، مقطع صغير من هاي النقطة اللي صار عندي بها التغيير، اذا تلاحظون هذا الخط الازرق هو الخط الابتدائي، وهذا الخط المنقط هو الحالة الثانية بعد تأثير اللود. ولما اكيد لما عندي شير سترين بالتالي راح يصير عندي شير ستريس، وهو اساس نظرية هذا الموضوع الشير ستريس. تشوفون هاي الجزء الصغير اللي اخذناه بعد ما نسلط اللود عزم الالتواء راح يصير عندي التشوه، على مقدار التشوه هذا هو الشير سترين، اللي راح يؤدي لي انه يكون عندي شير ستريس، طيب اذا اخذنا الان المقطع من جهة ثانية، هنا كان هذا الخط مالتنا اذا تذكروا، وراح نسلط اللود، شوفوا صار هسه هنا بهذه النقطة، هاي هنا شنو هاي الدلالة؟ معناها انه مقدار التشوه اللي يصير ومقدار تأثير اللود اكثر ما يمكن بالسطح الخارجي، ويقل كل ما ادخل واصل لنقطة السنتر الى ان يوصل لي الصفر، طيب معناها اعلى اجهاد قص ممكن احصله هو على سطح الشفت، لما اخذ كل هذا نصف القطر، طيب هذا كله مدخل للموضوع حتى نعرف القوانين مالتنا شلون صارت قوانين هذا الموضوع. الآن هذا هو قانوننا الأساسي اللي هو إجهاد القص، إجهاد القص يساوي التورك فالرو على الجي. التورك هو العزم المسلط على العينة أو المادة اللي نريد نختبرها، والرو نصف القطر من سنتر العينة إلى سطح العينة،
اقصد به هنا نصف قطر الشكل الدائري اللي شفنا، هو جي اللي هو البولر مومنت اوف انيرشيا، عزم القصور الذاتي القطبي. هذا القانون فيما يخص إجهاد القص، عندنا قانونين أساسية، هو قانون إجهاد القص وقانون الثيتا، هاي اللي صار عندي بسبب التورك. هنا هذا القانون إذا تلاحظون اللي هو قانون إجهاد القص، قانون إجهاد القص. هنا راح ناخذ اذا كان عندي حالة مجوف هالو او سوليد، اذا مجوف او سوليد، لما يكون سوليد البولار مومنت اوف انيرشيا قانونه باي على 2 سي اس 4، هنا سي نقصد بها نصف القطر، انت تقدر تعوضها ار، تقدر تعوضها الرمز اللي يناسبك، او تقدر تقول باي على 32 دي اس 4 اذا تريد تاخذه بدلالة القطر، هاي بعد انتحر. اذا كان مجوف راح يكون نفس القانون، باي على 2 ار اس 4، هنا هو رامز له الرمز سي، لكن راح يكون القطر الخارجي ناقص القطر الداخلي. ليش؟ لان هذا مجوف ما موجود، فانا احتاج قطر المنطقة اللي موجودة بالواقع، فهي القطر الخارجي ناقص القطر الداخلي، القطر الخارجي ناقص القطر الداخلي. هذا هو القانون مالتنا، والوحدات معروفة أكيد بما أنه هو إجهاد، فراح يكون بالباسكال أو بالباوند بير سكوير إنج إذا كان بالوحدات الأمريكية، إذا كان بالوحدات الأمريكية. طيب عندي قانون ثاني اضافي بالاضافة لقانون التاو اللي هو الشير ستريس، هو قانون الباور. تعرفون اي جزء دوار ينقل قدرة، فالقدرة قانونها هو التورك في الاوميجا، التورك هو هذا العزم، عزم الالتواء اللي احنا يعني سولفنا عليه سابقا، والاوميجا هي السرعة الزاوية، عفوا هي السرعة الزاوية، ومرات يعني ينطيها كسرعة زاوية بالرادع السكند، ومرات يعطيها بوحدات الـ RPM أو عدد الدورات بالدقيقة الواحدة. ممكن نحولها بواسطة قانون 2 by n على 60، وراح نشوف بعدين التحويلات مالتها، راح نشوف التحويلات مالتها. أنا راح ينطيك الوحدات مالتها، راح ينطيك الوحدات، هنا وحدات الباور بالواط، قدرة بالواط، نيوتن في المتر على الثانية، وقدم في الباوند على الثانية أو الهورس باور، هاي بالنسبة للوحدات الأمريكية، بالنسبة للوحدات الأمريكية. هنا التحويل إذا أردنا نحول من RPM إلى راد على سكند، لأنه حتما بالقانون لازم تعوضه براد على السكند، فإذا أعطاك إياه بالـ RPM الوحدات لازم في تحوله من على من قانون 2 by n على 60، 2 by n على 60، والآن أقصد بها عدد الدورات، أقصد بها عدد الدورات. ممكن القانون يجينا بصورة ثانية، الأوميجا تكون 2 by f، يعني بدلالة التردد الفريكونزي، بداية دلالة التردد اللي هو الفريكوانسي. طيب عندنا قانون ثاني مهم جدا بالإضافة للقانونين ذين اللي أخذناه، هسه احنا صار عندنا قانون الإجهاد القص، التي في الآر على الجي، وأخذنا قانون الباور، وبقى عندنا قانون الأنجل أوف تويست اللي هي زاوية الالتواء، وقانونها هي تي في التورك في ال طول العينة على الجي في الجي، الجي اقصد بها البولر مومنت اوف انيرشيا،
والجيل modulus of rigidity، modulus of rigidity. طيب الآن بعد هاي، بعد ما استعرضنا الموضوع وقوانينه الأساسية، ناخذ مجموعة من الأمثلة حول هذا الموضوع، ونبدأ بالمثال الأول steel shaft طوله 3 قدم والقطر مالته 4 انج، سلط عليه تورك 15 كيلو باوند في القدم. ديترماين ذا ماكسيمم شيرنج ستريس، يريد اقصى جهات قص تاو، والانجل اوف تويست اللي هي الثيتا. هنا منطينا المودولس اوف ريجيديتي 12 في 10 اس 6، 12 في 10 اس 6، هاي 6 هنا الاس خطا، هنا أنا اس العشرة. طيب التاو، التاو ماكس ناخذها من القانون اللي اخذناه بالبداية اللي هو تي في الار على الجي. طبعا هذا هنا فد مختصر بسيط، مختصر بسيط تحويله، راح نشوفكم هنا هذا القانون اللي هو هذا القانون، هذا القانون. احنا قلنا التاو هي تي في الار على الجي، طيب والجي هو باي على 32 دي اس 4، باي على 32 دي اس 4، وهنا الار هو نصف، نصف الدي. فاذا اعوض مكان الار نصف دي ومكان الجي باي على 32 دي اس 4، يبقى من التاو هو 16 في التي على الباي في الدي تكعيب. فيتعوضها على هذا القانون، وتعوض الار واحد والمودولوس اوف، يعني عفوا بولر مومنت اوف انيرشيا واحد، انت حر مو مشكلة. فهنا نعوض التورك عندنا والدايمتر عندنا، يطلع التاو ماكس، والثيتا قانونها جاهز هي التي في ال على الجي في الجي، تعويض مباشر يطلع لنا الثيتا، وحداتها براد، وحداتها براد لا تنسون. حتى نحول من الراد للدجري نضرب في 180 ونقسم على باي، وحتى نحول من الدجري للراد نضرب في باي ونقسم على 180. طيب ناخذ المثال الثاني، what is the minimum diameter of solid steel shaft. هنا أنا يريد القطر المجهول، القطر that will not twist through more than 3 degree، يعني هنا منطينا الزاوية اللي هي زاوية الالتواء 3 درجات، ولا تنسون الزاوية ما تتعوض بالدرجة، تعوض بالراد. ومنطينا طول الستيل شيفت 6 متر، ومسلط عليه تورك 12 كيلو نيوتن في المتر. هذا المطلب الأول الدايمتر. المطلب الثاني what is the maximum shearing stress developed، يعني يريد تاو ويريد الدايمتر، وهنا مطينا المودولوس اوف ريجيديتي 83 جيجا باسكال. طيب احنا عندنا قلنا ثلاث قوانين اساسيه، هي ان قوانين موضوع التورشن، دائما نخليهن قدامنا، نخلي المعطيات ونشوف اللي مطلوب من عندنا. هسه اذا اجي على هذا القانون اللي هو بمعطى اللي هو قانون الثيتا، التي في ال على الجي في الجي، التي معلومة، الال معلومة، الثيتا معلوم، لكن اذا تلاحظ هنا جي شنو عوزة الدايمتر اللي هو المجهول، فعدي مجهول واحد هنا اللي هو الدايمتر، هاي هنا التحويلة مال الثيتا، يطلع عدي الدايمتر كل سهولة. من صار عدي الدايمتر ارجع للقانون مالتي مالتا واعوضه، اقدر احسب الشير ستريس. طيب هاي امثلة تطبيق مباشر، تطبيق مباشر لموضوع التورشن، حتى يكون مدخل ان شاء الله للأمثلة الادفانس اللي بعدها. طيب هسه هنا عندنا ستيل شيفت 5 مترات طوله، الاجهاد اللي مسلط عليه 80 ميجا باسكال، زاوية الالتواء مالته 4 درجات، منطينا هنا المودولوس اوف ريجيديتي مالته 83 جيجا باسكال. كومبيوت ذا شافت دايمتر، هنا يريد القطر ايضا، ويريد الباور اللي هي البي، وات باور كان بي ترانسميت باي شيفت ات 20 هرتز، وهنا منطين التردد. طيب هسه الدايمتر بنفس الطريقه اللي اخذناها بمثال رقم 2
قانون الثيتا نقدر نحسب الدايمتر. بس هنا المشكلة شنو؟ انه التورك اصلا انا ما عندي، التورك مجهول، فالتورك مجهول والدايمتر مجهول، انا احتاج عدة معادلات حتى احسب النتائج هاي. اذا راح اطلع من معادلة الثيتا اطلع التورك بدلالة الدايمتر، بدلالة الدايمتر، وارجع للقانون مال التاو، لان عندي الاجهاد هنا 80، اعوض مكان التورك اعوض هذه القيمة، فراح تصير المعادلة كلها بدلالة الدايمتر واقدر احسب الدايمتر. طيب المطلب الثاني اللي هو مطلب الباور، هنا الباور يساوي تورك في 2 باي اف، مباشرة الباور عندي موجود، 2 باي اف عندي موجودة، اقدر احسب الباور. هنا الباور تطلع 519 ميجا واط، وايضا هذا تطبيق مباشر، ايضا تطبيق مباشر. طيب المثال اللي بعده ايضا مثال سهل تطبيق مباشر، يؤدي بينا الى الامثلة المهمة بهذا الموضوع. اذا كان عندي مختلف التوركس، يعني اذا كان عندي عزم مختلف، عندي شافت واحد عليه عدة جيرز وعليهم اقطار مختلفة وممكن معادل مختلفة، شلون راح اتعامل وياها؟ خلينا نقرأ هذا المثال ونشوف آلية الإجابة عليه. هسه هذا الألمنيوم شفت اللي يقصد به، هذا كل الألمنيوم شفت، كل هذا قطر مالته 50 ملم، هذا قطره 50 ملم. لودد عليه لود باي توركس ابلايد تو جيرز، يعني هذا كل نقطة من هاي النقاط A B C D عبارة عن جيرز، وكل واحدة عليها تورك معين، كل واحد باتجاه مثل ما تشوفون، هاي 800 عكس عقارب الساعة، مع عقارب الساعة 1100 عكس عقارب الساعة 900 600 وهكذا. طيب هنا منطينا المودولوس اوف ريجيديتي، ديترماين ذا ريليتيف انجل اوف تويست اوف جير دي ريليتيف تو اي، يعني يريد زاوية الالتواء من دي الى اي، زاوية الالتواء من دي الى اي، يعني المحصلة مالتها، المحصلة مالتها، يعني انا يعني ما ممكن احسب لهنا القطعة قطعة وبعدين اجمعهم، لازم احسب المحصلة مالتها، احسب المحصلة. طيب كيف يتم هاي العملية؟ اذا تتذكرون موضوع القطع حتى اوصل للاتزان، انا لازم اخذ قطعة 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 واحسب لها التورك مالتها، احسب لها التورك مالتها، بعدين من قانون الثيتا كل واحد كل قطعة خليها بقانون الثيتا واحسب الزاوية، احسب الزاوية. طيب هاي راح ابسط هذا الرسم الى هذا الرسم اللي يشوفه، هذا الرسم اللي يشوفه، اقول هاي 800 بهذا الاتجاه والالف ومية عكس الاتجاه والتسعمية باتجاه 800 والستمية باتجاه 1100، اخليهن حتى اشوف وحدة وحدة واقطع، اذا تتذكرون كل قطعة شلون كنت اخذها حتى احسب الثيتا مالتها، عفوا التورك مالتها. هسه اذا اقطع هنا، اقطع هنا، كل هذا على اليمين يروح، شو يبقى؟ يبقى بس 800. اذا انا شو احتاج؟ احتاج 800 عكس الاتجاه، احتاج 800 عكس الاتجاه حتى اوصل لحالة اتزان، ولذلك هذه القطعة كلها مقدار التورك مالتها 800. طيب لما اوصل للنقطة الثانية واقطع هنا بهذا المقطع الثاني واهمل كل اللي على اليمين، انا عندي 800 باتجاه عكسها 1100، اذا ايش قد احتاج انا محصلة من العزم حتى اوصل لحالة الاتزان الصفر؟ اذا تلاحظون هنا 800 وهنا 1100، انا احتاج 300 مع 800 حتى اوصل لل 1100 ويصفر، ولذلك راح يكون عندي 300 هنا وقيمته بالسالب، قيمته بالسالب. واوصل للنقطة الاخيرة ايضا هنا واقطع، راح يصير عندي هنا 800 وياها 900 1700، اذا انا احتاج 600 الى ان اوصل لنقطة الاتزان، وذلك هذه التوركس هاي اللي 800 وسالب 300 و600
هي اللي راح اخليها بقانون الثيتا، راح اخليها بقانون الثيتا. اللي يختلف هنا عن الامثله شنو السابقه، بالمثال السابق انا كنت اخذ القانون مره واحده، هنا لازم اخذه 3 مرات لان عندي 3 تورك. فهذا القانون يا اما احسب لكل واحد واحد واجمعهن، يا اما كلهن اخليهن بقانون واحد واطلع العامل المشترك مثل ما هنا تشوفون. بما انه هو المعدن واحد والقطر مالته واحد، فهنا جي والجي واحد. ليش قطرهن واحد؟ هذا القطر اللي اقصد به، مو قطر الجيرز، قطر الشفت اللي يحملهن. فهذا واحد المودولوس اوف ريجيديتي لان الماده واحده، والبولر مومنت اوف انيرشيا واحد لان قطره واحد. بس اللي يتغير هنا شنو؟ التي والال، يعني كل قطعه منا لها طول محدد وكل وحده لها عزم محدد. 800 × 2 هاي 2 × 800، 300 × 3 هاي 300 × 3 سالب لان عكس اتجاهه، و600 × 2 وهاي 100 للتحويل، هاي 100 تربيع للتحويل. مثل ما دائما احنا نقول لكم بهاي المواضيع، مرات هاي شغلة التحويل. ليش؟ لان هو هنا منطينا اياهم الوحدات. هاي اذا تلاحظون هاي 28 هي جيجا، يعني هنا عوزها بعد 10^6، هاي اللي هنا 10^6. وراح تطلع للثيتا اللي هي 0.11 راد، اضربها في 180 اقسمها على باي تطلع 6 درجات 0.34. يعني اني يصير عندي التواء من هاي النقطة اذا ثبتتها لهاي النقطة 6 درجات 0.4 degree، 6 درجات 0.4 degree. نشوفكم مثال حتى تشوف هاي آلية القطع شلون. مثلا نفرض عندي هاي 4 gears، هنا نريد ماكسيمم شير ستريس، ماكسيمم شير ستريس بالسوليد شيفت. لا تنسون بان الجيرز ما لي علاقة بيهن، بس اللي يهمني العزم مالتهن. فمنطين القطر مالته 1 inch، ويقول لي هنا اسيوم بين اي وبي وسي ودي نو فريكشن، يعني هنا ماكو احتكاك على مود ما اخذه بنظر الاعتبار، ما اخذه بنظر الاعتبار. فالآلية اللي راح تصير انا حتى احسب الماكسيمم شير ستريس لازم يكون عندي اقصى تورك. انا ما اعرف اقصى تورك وين، هنا بين بي وسي، بين اي وبي، بين سي ودي. فلازم اسوي هذا المخطط اللي هو فري بودي دايجرام، واحسب العزوم، وبعدين من قانون التاو اللي هو التي في نصف القطر على المودولوس اوف على البولر مومنت اوف انيرشيا راح اقدر احسب التاو، راح اقدر احسب التاو. طبعا انا هذا بالامثله السابقه اعطيتكم طريقه اللي هي طريقه القطع، وهذا مثال ايضا ثاني بس على مود تعرف شلون سالب وشلون موجب. هو هذا اللي يهمني في هذا المثال، حتى تعرف شلون سالب وشلون موجب. شوفوا هنا شو راح نرسمهن، نرسمهن محورين اكس وواي، نسويهن اكس وواي، وناخذ هذا الشفت كانما هو نقطة الصفر، كانما نقطة الصفر. نفرض من البداية، نفرض انه مثلا عكس عقارب الساعة موجب ومع عقارب الساعة سالب. من يمك انت بالبداية تفرض الفرضية اللي تعجبك، تفرض الفرضية اللي تعجبك. هسه هنا احنا ايش فرضنا؟ فرضنا عكس عقارب الساعة موجب، يعني هذا موجب، هذا موجب، هذا سالب، هذا سالب. طيب نرسم ذن المحاور مالتنا اللي هي بين التورك موجب وسالب، موجب وسالب، وبين القطع هاي اللي اقصد بها اي وبي وسي ودي. هاي كانما اي وبي وسي ودي، هاي هي مقطع واحد راح اخليه هنا. طيب هسه بين اي وبين بي، بين اي وبين بي شنو اللي اكو تورك؟ اكو بس هذا التورك اللي هو 30. طيب هسه على الفرضية اللي فرضناها، هذا مع عقارب الساعة موجب لو سالب؟ سالب، لان احنا قلنا من البداية عكس عقارب الساعة هو اللي موجب. فراح انزل بمقدار هذا العزم 30، هاي راح انزل هنا 30، راح انزل 30 اللي هو قيمة
العزم بين اي وبين بي، بين اي وبين بي سالب 30. من وصلت البي صار عندي، صار عندي سالب 30 موجب 55. ايش قد المحصله مالتهم؟ ايش قد المحصله مالتهم؟ 55 بالموجب و30 بالسالب 25. ف حيصير عندي التورك هنا بهاي النقطة 25. استمر بنفس الخط الى ان اوصل للنقطة سي، انا عندي اصلا 25 وجهتها 20 لان بنفس الاتجاه، راح يصيرن 45، ولذلك راح يصير التورك بالنقطة سي 45. زين انا عندي 45، استمر الاخر نقطة هي لازم تتصفر، عكسها 45 موجب 45 سالب، راح ارجع للصفر، راح ارجع للصفر. وهاي هي طريقة ثانية نفس الطريقة الاولى على مود نعرف الاتزان، نعرف الاتزان كل سهولة. هسه انت تقدر تقول هنا العزم ايش قد؟ سالب 30. هنا العزم ايش قد؟ موجب 25. هنا العزم ايش قد؟ موجب 45. هاي بالنسبة للاتزان. وهو هنا بهذا السؤال يريد تاو ماكس، تاو ماكس حتى تحسبه يحتاج لك تي ماكس اللي هي اعلى وحدة. هسه يا هي اعلى وحدة، طبعا بغض النظر عن الاشارة، ما لنا علاقة الاشارة بس للاتجاه، يعني اذا عندك بالسالب رقم كبير لازم تاخذه هو اكبر واحد. هسه هنا عندي 30، قلنا مو مهم الاشارة، 30 ب25 ب45 يا هو الاكبر ب45، ف ياخذ هنا 45 حتى يحسب التاو ماكس، لان هو يريد هيك، لان هو يريد هيك بهذا المثال، يريد يحسب له اعلى اجهاد قص، اعلى اجهاد قص. طيب ناخذ مثال اخر. طيب الآن ناخذ مثال ثاني، نوعا ما صارت الأمثلة واضحة بصورة عامة. احنا يعني الأسئلة اللي تتعلق بموضوع التورشن، والتورشن طبعا موضوع أساسي جدا ومؤكد السؤال مالته يعني بالامتحان، لأنه من المواضيع الأساسية. بصورة عامة هو شفت وعليه مجموعة من الجيرز مثل ما اتفقنا، بس تبقى حسب طبيعة السؤال بتورك باور الآلية مالته ريد الثيتا. المهم خلينا نشوف هسه هذا المثال. ستيل شافت هذا اللي تشوفه امامكم، روتيت ات 4 هرتز، هنا مطينا التردد مالته، بس هنا خلينا ننتبه للمصطلحات لان شوية مهمة. With 35 كيلووات taking off at A. taking off يعني مأخوذة، يعني نقطة A هاي القدرة مأخوذة من عندها 35 كيلووات. زين 20 كيلووات removed at B نفس الشيء، نا removed أو taking off نفس الشيء، هم معناها مأخوذة. فهنا القدرة بالجير B 20 كيلووات مأخوذة، و 55 كيلو واط applied at C، لا هنا مسلطة القدرة بنقطة C 55 كيلو واط، يعني سالب هنا 35 سالب هنا 20 هنا موجب 55، هنا الفكرة. طيب بعد عندنا معطيات، مطينا المودلس اوف rigidity 83 جيجا باسكال، يريد find the maximum shearing stress، يريد tau max and the angle of rotation of gear A relative to C، يعني اريد الثيتا من A ل C. هسه انا مثل ما اتفقنا حتى احسب اقصى اجهاد لازم اشوف اقصى تورك اللي هو موجود، واقول له بعدين هذا هو التاو ماكس. زين راح اجي انا من الباور اقدر احسب التورك، ليش؟ لان الباور هو التورك في الاوميجا، هنا الاوميجا دلالة الهرتزية مطيني اياها، يعني مكان الاوميجا 2 باي F، فالباور تورك في الأوميجا، تورك في الأوميجا، والأوميجا 2 باي F. طيب
الباور هنا 35 كيلو في ألف على 2 باي اف ثابتة هاي 4، هنا السالب هاي للدلالة بس على مود مبين، طلع هنا التورك مال نقطة اي. طيب هنا خطوتين، يعني حسبت التورك وبعدين يلا راح احسب موضوع الاتزان. التورك بالنقطة بي نفس الشيء نفس القانون بس هنا 20، والتورك بالنقطة سي نفس القانون بس التورك بس الباور هنا عفوا 55. طيب انا حسبت هسه هنا تورك هنا تورك هنا تورك، هسه احسب حسب قانون الاتزان مالتنا، قلنا هنا اقطع اشقد حتى يصير عندي اتزان، هنا اقطع اشقد حتى يصير عندي اتزان وهكذا. فاذا اقطع هنا يطلع لي التورك بين اي وبي لازم 1392 اللي هو نفسه تورك اي. من نقطع هنا ايش قد يطلع؟ يطلع عندي 2188 اللي هو التورك بالنقطة الثانية، والنقطة الثالثة اللي هو عندي هنا توركين لان هنا عندي قطعتين. طيب اجل قانون التاو ماكس هذا اللي هو 16 في التي على باي دي تكعيب، التي هاي اللي هي احنا عندنا اثنين بس، هاي واحدة وهاي ثانية. هنا الاختلاف انه هنا الدايمتر مختلف، ليش؟ هذا الدايمتر مالته 55 وهنا 65، فلازم القانون احسبه مرتين لان التورك مختلف والدايمتر مختلف. فالتورك الاول اللي هو 1392 دايمتر مالته 55 طلع لي التاو مالته 42، والتورك الثاني اللي هو 2188 دايمتر مالته 65 طلع 40، ولذلك التاو ماكس هو هذا اللي هو 42 اللي يصير بين اي وبي، معناها اكو اجهاد القص اللي بين اي وبي اعلى من الاجهاد اللي بين بي وسي. والنقطة الثانية اللي هي الريلاتيف انجل، احنا قلنا هنا راح يصير عندنا هذا القانون يصير مرتين، هنا يصير مرتين. اذا تلاحظون هنا اختلفت دخلت، ليش؟ هاي البولار مومنت اوف انيرشيا لان القطر هنا يختلف، القطر يختلف، القطر يختلف. وتعويض مباشر هنا المودولاس اوف ريجيديتي، هنا التورك، هنا ال طول العينة والدايمتر مالته، يطلع لنا الثيتا، يطلع لنا الثيتا. اكو عدة امثلة اضافية موجودة عن الموضوع مشابهة نفس الطريقة اللي اخذناها، بامكانكم ان تطلعون عليها وتكتبوا لي اذا عندكم في الملاحظات او استفسارات على هذا الموضوع. وان شاء الله بس احب يعني انوه انه الموضوع مهم جدا واساسي واكيد يجي بالامتحان، فارجو الانتباه له. وحاضر ان شاء الله لاي استفسار اذا يعني طلبتوه. اكو مجموعه من الامثله ايضا هي فقط للاطلاع، بعدين انطيكم اياها اقول لكم هذه الامثله اللي للاطلاع فقط ما مطلوبه بالامتحان. وأحب أذكركم أنه بالمحاضرة اللي تجي إن شاء الله راح يكون عندنا اختبار، واختبار عليه درجة حسب توجيه الوزارة إن شاء الله. نشوفكم على خير وسلامة إن شاء الله وفي أمان الله.